السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى. اليوم بغيت نشارك معكم ميني بغرير، بغرير العادي اللي كنعرفوه دائما في المغرب. هادي عندي ميني بغرير معمر بالحشوة كريمة باتيسري اللي قسمتها لثلاثة وعملت بها كريم باتيسري نورمال وكاكاو ويخرم كريم باتيسري واللوز. كنتمنى الفيديو ينال إعجاب ديالكم. نكوزو طريقة التحضير والمقادير. مهم انا هنا عندي بوينو بغرير عادي اللي كنستعملوها عنده دائما مغربيات. عندي نزله فات السميده رقيقه، نزله فات الطحين، جوج دلايب الماء الدافي، وجوج مغارف كبارين السكر، واحد ساشي الخميره، مغرفه كبيره الخميره الخبز، ومغرفه ديال الملح. صافي، غنكب كلشي في الاناء. غنزبق الاولى لي من الماء باش ما يتقوالش ديك السميده في القاع. الماء يكون دافي بحال دائما. منو بغرير يعني عادي اللي كنتنسي كنعدلو دائما، غير هذا مبدل شويه، عملته ميني صغار بزاف وعمرتهم بالكريم باتيسري. صافي، كنعمل داك السميده والطحين، نزله في الطحين، جوج دلايب ديال الماء، وديك جوج مغارف ديال السكر، سنيده، ملاح، وواحد مغرفه ديال خميره الخبز، وساشي ديال الخميرة. صافي، غنطحنو مزيان في الخلاط الكهربائي مزيان حتى ما كيبقاوش داك السميده ما كتبقاش مدردشه مره بصفه نهائيه، يعني خصو تطحن مزيان، ونخليوها يخمر ونجوزو نعاودو بغرير. كما كتشوفو هنا كنحرك معكم المغرفه هذا باش تشوفو طرد المغرف، راه ما كتبقاش السميده حبوب بصفه نهائيه، يعني خصو تطحن مزيان. صافي، ونغطيه ونخليه يخمر، ونجوز نعدل البغرير ديالي عادي. غير هادو صغار بزاف ملتهم باش نعمرهم بحال البانادوس، ولكن هما ديال كريم باتيسري. مهم كريم باتيسري انا هنايا ما صورتهاش معكم، غنخلي لكم سبق لي عدلت معكم في الفيديو ديال طرطه التفاح، غنخلي لكم الباخينه ديالها في صندوق الوصف. كما كتشوفون عدلت بغيراتنا صغار، كنوريكم التقاد ديالهم كيفاش، وشوفوا تبارك الله ما شاء الله كيف كيتقبوا، كيجيو غزال بزاف. هاد الطريقه كتجي ناجحه 100%. مهم هم بغرير عادي، يعني اي وحده كتعرف تعدلهم، غير هذه الطريقه ديال التزويق ديالهم، المنظر ديالهم بدل، وفي المذاق كيجيو غزالين بزاف ديك الكريمه، صدقوني راه كتجي غزال. بالاخص انا اللوز حمقت عليهم اللي كليتهم ديال اللوز، هيدا كيجيو مزيونين بزاف. كما كتشوفوا كيف بغرير كيف جاو، كاملين متقوبين وخفاف، يعني كتوزع في يدك خفيفه بزاف، كامل متقب. صافي، غنخليهم تماك على جانب ونغطيهم بداك المنديل، وغادي نوري معكم هنا كريم باتيسري قسمته على جوج. عندي تما كريم باتيسري عادي، واخر عملت لها كاكاو. كاكاو ما عملتش لا كولاكا ولا نسكويك، يعني عملت كاكاو حيت هي كريمه فيها السكر ديالها. وعندي تما مانغاس لي موجدين، غنخشي الكريم والكاكاو، كريمه باتيسري عفوا وكريمه ديال الكاكاو. هذه كريم باتيسري حيت منها شويه، عملت لها واحد جوج مغارف كبار ديال الكاكاو. ونقوزو هنايا نعمل ديال الكاكاو في واحد المانغا. كما كتشوفون انا كنوجد الكاس هيدا كبير، كيساعدني باش كيساعدني هيدا في نعمر المانغا. صافي، نعمر هذيك المانغا ونشد عليها بواحد الطرف كنقطع د البلاستيك الغذائي، ونجبدو هيدا بحال الشرويطه، وصافي ونشد داك المانغا باش كتساعدني هيدا في التعديل، ما كتبقاش تعدلني داك الكريمه تخرج. مهم كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا، راه كيجيو غزالين بزاف. كيجي واحد هذا بغرير كيجي فيهم واحد المذاق مبدل بزاف ملي كتاكلهم، يعني بحال اللي كنتينا كتاكل شي باستيلي ولا شي حاجه هيدا. كثر هاد اللوز حمقت عليهم بالنسبه للشوكولاط، وهذيك الناس اللي كيعجبهم الشوكولاط يعجبهم طبعا، وهذوك اللي بكريمه واللوز فوق منه، وخليت شويه بكريمه والسكر كلاصي فوق منه، وهذوك الشوكولاط غنعملهم ان شاء الله فوق منه كاكاو. هيدا اللي كتنزل التفصيل متنوع، وكل واحد كيوز اللي يعجبو. وبنفس المنظر باش نعمل عمار كريم باتيسري في واحد مانغا اخرى، ونشد عليها صافي. كنكتفي غير ديك شويه، ونعقد داك فيل غذائي، ونزل مانغا تما قدامي باش نجوز نعمر داك البغرير. صافي، تما نزل هاديك المانغا قدامي. مهم عندي هنايا نوريكم هنا باش انزواق، عندي مرميلاده ديك شويه اللي عندنا فيهم اللوز، عندهم مرميلاده، ونعمل لهم اللوز اللي حمرته اللوز الايفيلي، وهذا الكاكاو اللي غادي نعمل فوق مولين كريم باتيسري كاكاو، وهذا اللوز غنعملو مرميلاده فوق منهم كاكاو، واخرين السكر كلش غنعملهم في اللي فيهم كريم باتيسري.
صافي نوجد هنا ماتريال ديالي وين جوز نعمر معكم ميني بغرير ديالنا. صافي نستف داك البغرير قدامي هيدا مشيت فين يعني تعدى شويه ودي الاخرين تينا ما شاء الله تتاليهم. المهم انا صورت معكم هيدا باش تشوفوا كيفاش جاو هادي ديالهم ويا اخرين بعد كملت عليهم. كنشبروا داك المانغا ونعمروا بالكريمه زبقت من ديال الكاكاو. كما كتشوفوا الكريمه جات غزاله بزاف وحب ريو فيها وواحد المذاق رائع. انا هنايا كثرت بزاف ديال الكريمه ملي عجي شده عتعصبني شويه الكريمه غتخرج ولكن ماشي مشكل عنقص منها وصافي وعاد شاد البغرير ديالها. كما شفتوا عمرتها بكريمه بزاف ملي عجي شده عاد تخرج لي داك الكريمه او عنزول. المهم عنشبر هنا واحد المغروفه مشيت من المغروفه وباش نقص منها نوريكم هنا كيف عملت الاولى حتى مشيت من المغروفه وقطعت من صافي هزيت من المغروفه عشويه هيدا باش نحاول نشدها. هما كتسكي عليهم بالصبيعات ودغيا كيتشدوا يعني كتشد شده وترخي في اخرى وتشد شده باش كتجي هيدا بحال وريضه مجدوده من جهه ومحلوله من جهه باش تجي بحال وريضه بحال شكل البناضه بحال الوريضه. وصافي هذوك بيدهم تما نقص منهم عمرتهم بزاف ترعت تماك. على فكره هذه الكريمه راه كتجي غزاله بزاف الشوكولا تقدر تستعملها في بزاف ديال الحاجات يعني الواحد كينوع عايده في بوستري ستارت كريمات يعني تقدر تستعملها في اي حاجه كيجي مزيونه بزاف هذه الكريمه كتجي رائعه. واحد الكريمه هيداك باتيسري نورمال كتعمل لك كاكاو كتجي غزاله بزاف. وكريم باتيسري حتى هي ديال الليمون كتجي غزاله بزاف فعود تعمل حليب كتعمل الليمون او الليمون غير شويه ماشي كلشي ولكن بالنسبه للتين كنعمل كلشي للتين كتجي غزاله بزاف يعني بحال كريم باتيسري ولكن هي بالعصير ديال التين ناضوري. الليمون لا ما كنعملش كلشي ليمون حيت الليمون حامض بزاف. صافي عاوتاني تما قاعدين نقص جاتني بغيت نشده وجاتني كريمه بحال بغيت تهرب لي من تما بزاف وانا نقهز منها بالمغروفه. صافي كما كتشوفوا كنشد ونخلي خوا ونشد في جهه اخرى تما عاوتاني جاتني كريمه بزاف عن نقص منها بالمغروف وماشي مشكل كتلصق بكل سهوله ماشي كما كتشوفوا كنشد ونخلي وحده نشد ونخلي وحده باش كدير داك بحال وريضه كيجي المنظر ديالها مبدل. ودابا غنجوز الكريمه غنحاول نعمل قل زعما من الاول ولكن نفس المنظر غادي يوقع لي وعاجيني بزاف كريمه. بالنسبه لهذوك ديال الكاكاو ما شربت عليهم كاكاو وهذه الكريمه غنخليهم بالسكر كلاص ويا خلينا عاوتاني نعمرهم كريمه نعمل لهم مرمله واللوز مقلي مهرمش يعني ديك اللوز ايفيلي حمرته وتقدر تذوقو اللي بغيتي واللي عندك متوفر في الدار تقدر تعمل عام مرمله وكوكو كل واحد يعمل اللي بغى. عاود تما خرجت لي الكريمه بزاف ما ساعدتش نشدها وانا غادي نهز داك الكريمه اللي بقات تما ونشدها وصافي ماشي مشكل. مهم هاد البغرير راه كيجيو تما شفتو معايا في المنظر واعرين بزاف يجيو معاك الضياف هيدا تنزل الضياف ديالك عاد تبهر الضياف ديالك بداك البغرير هيدا مبدلي. تما خرجت لي كريمة عاود كنحاول زعما نشد كاملة ساعة خصني تجي معمرين بزاف من الكريمة ساعة ما كيساعدنيش وكنخص ضروري كنضطر نقص منهم. تقدر تعملهم كبار من هيدا انا كيعجبوني هيدا يعني كيجيو ماشي كبار بزاف وماشي ستيدوين بزاف ولكن الواحد اللي بغيت تعمره كبيره كيتسند لها كبيره الواحد يبقى حسب الذوق ديالو. شفتو كيف كتجي بحال اللي تقول منقشه من الجناب مشرفه. وصافي هيدا حتى نكمل تنكملهم كاملين ونجوز نزوقهم. دابا نجوز نعمل اخر اللوز. بالنسبه لهذوك اللوز يعني تقدر قبل ما تشدهم ترش عليهم عاوتاني شويه ديال اللوز يجوا معمرين حتى باللوز الداخل. انا اكتفيت غير فوق منهم بركه كما كتشوفوا دائما كنكثر الكريمه ما كنجلس محوله بالحق معليش عاوتاني بعد نزول
خصني يجيو معمرين بزاف من الكريمه باش كيجيو يعني ماز. وصافي هذا كنستمر حتى كان حتى كنسالي عفوا حتى كنسالي البغرير ميني بغرير عفوا ميني بغرير ديالي كاملين وصافي. ونقص نسوقهم هادو ديال الكاكاو غنعمل فوق منهم كاكاو الوسطانيين السكر كلاسي عفوا واخرين نعمل فوق منهم مرمليده واللوز مقلي محمر. بالنسبه للمغرر انا عملته عادي ما عملتلوش شي حاجه اخرى حيت كريمه فيها المذاق الفانيليا فيها قشور التين ديال الليمون فيها القرفة عواد يعني ما حتى شي نزيدو المغرر فانيليا اولا السكر زايد اولا يعني تبع المغرر ديالك عادي اللي كتعدل دائما حيت الا زدنا له فاني ونزيدو له تخربيق اخرين وعنزيدو له كريمه معمر الكريمه ما كيبقاش ديك المذاق ديال البغرير وهكا تهرج ديك المذاق ديال البغرير. حنا خصنا اذا نكتفيو بديك البغرير ديالنا عادي اللي متوفر من تنسي كنعدلو دائما كنزيدو داك الكريمه ديك الحشوه ديك كريم باتيسري كتعطيه واحد المذاق غزال بزاف. المهم خلينا كندهنهم بداك برميلاده او تقدر دهنهم بالعسل كيما بغيتي انتينا. انا هنا عندهم مرميلاده وغنعمل اللوز ديك ايفيلي ديال اللوز محمر وغادي نزيد نرش عليه داك العسل البيضه هيدا اللي كتكون في الطين باش تجي تلصق داك اللوز ويزيد يعطي بريو ديالو ديك اللوز حيت هما دابا فايده فيهم بريو بير ما عمل اللوز ما كيبقاش فيهم ديك البريو غادي نرش عليهم هيدا غير خويط ديال العسل اللي كتكون بيضه اولا تقدر تعملو من ناباج اللي بغيتي. المهم نعست بداك اللوز نسوت فنحاول هيدا نزيدو نلصقو فداك مرميلاده باش ما يطيحش في التناب نبقى مع هيدا حتى نلصقو زعما كامل هيداك فديك ديك الميني بغرير وصافي. تما كتشوفوا معايا بغرير عادي عدلت منه ثلاثه تشكيلات اللي عاد نزلهم الضياف ديالك وتحمر وجهك بهم يجيو راقيين بزاف كما كتشوفوا. كنزيد نحاول نغطي هذا جبرت شي مويطه هيدا فيه المرميلاده وما فيه شي اللوز نزيد نغطي هيدا بديك باللوز وصافي هذا حتى نساليهم كاملين. هنا شبات ديك العسل هيدا جاتني اللوز ما فيهش بريو ديك العسل هيدا بيضه وبقيت كنعمل عليها خيوط فوق من ديك اللوز باش يعطي بريو ديك العسل هيدا بيضه ما تجيش يجي بريو بتاك اللوز كما كتشوفوا. ها هما هادو ديال الكريمه واللوز هادو ديال الكريمه عملتهم فوق منهم سكر كلاص ويا اخرين ديال الكاكاو اللي فوق منهم كاكاو ونجوزو طبق ديال اللي غنقدم في العشيه ديالي. ها نتوما كتشوفوا كيجي التبصيل راقي بزاف مدهش ومذاق اروع اروع ما يكون شي حاجه مبدله. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف على التشجيع ديالكم والتعاليق. هنا نقطع معكم هيدا باش تشوفوا داك الداخل ديالهم تشوفوا معايا هنايا خليكم تشوفوا هنايا الداخل ديالهم كيف كيجي. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم شكرا بزاف ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.